أداء المنتخب الوطني امبارح أقنعك ما أقنعكش، بسطك زعلك؟ بداية طبيعية يتقدم من يوم ليوم، في من كل ماتش بيبقى في حاجة كويسة، يمكن تقدم بطيء شوية إنما أحسن من الماتش الأولاني إلى حد ما، وده الطبيعي في البطولات دي. يعني إحنا شفنا المنتخب البطولة اللي فاتت 2017 وصلنا نهائي والأداء ما كانش مقنع خالص بالنسبة لناس كتير جدا، بس وصلنا نهائي كنا نقدر ناخد البطولة. أعتقد في مصر هنا يمكن الأداء أحسن، من هجومي أحسن شوية من البطولة اللي فاتت، إنما برضو لسه إحنا منتظرين أكتر من كده أو عايزين أكتر من كده من منتخب مصر ومن لعيبة منتخب مصر. طموحنا معاهم لحاجة بعيدة جدا إن شاء الله بإذن الله، أداء وبطولة. فممكن يكون في بعض المشاكل الفنية الموجودة، بس إن شاء الله بإذن الله قادر الجهاز الفني إن هو من وقت لآخر يحل الموضوع ده.